إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة أخبار الفن والمشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. النجمة التركية ميراي دانر تنفصل عن حبيبها، والسبب صادم ومعلومات لأول مرة عنها. فاجأ الثنائي التركي ميراي دانر والفنان كوبيلاي أكا محبيهما بانفصالهما بعد علاقة عاطفية جمعتهما تجاوزت العامين والنصف. النجم التركي كوبيلاي أعلن خبر الانفصال بنفسه من خلال رسالة مثيرة للجدل غازل بها حبيبته. حيث كتب: اتخذنا قرار مشترك بالانفصال، من هنا فصاعدا ستبقى صداقتنا دائمة مع حبي للأبد. لمدة عامين ونصف كنت جديا في علاقتنا حتى النهاية. وأضاف قائلا: لم أنظر لغير تلك العيون الجميلة، لذلك لا يمكن أن يكون السبب الخيانة. إلى اللقاء يا كل شيء لي، ستبقين دائما فريدة، سأظل إلى جانبك أدعمك دائما. ورسالة كوبيلاي حاول من خلالها الدفاع عن نفسه بعد انتشار أنباء عن إصرار ميراي على الانفصال عنه بسبب اكتشافها خيانته لها. إلا أن الرسالة لم تكن كافية لتبرئة الفنان التركي بعد انتشار صور حميمية له مع فتاة داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة أرناوتكوي. وقيل أن هذه الفتاة هي الفنانة التركية هلال التنبليك، بطلة المسلسل الشهير كان يا مكان في تشوكروفا. والأمر لم يقف عند حد الصور، وإنما خرجت ميراي عن صمتها وصرحت أيضا باكتشافها لخيانة حبيبها. وبعد أن وصلتها رسائل وصور تجمع أكا بالممثلة التركية هلال، إلا أنه كان ينفي وجود أي علاقة تجمعه بها خارج حدود العمل. حيث تجمعهما نفس إدارة الأعمال، وذلك حتى وصلت لميراي صور حميمية من حساب مجهول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وتأكدت من خلالها خيانة كوبيلاي أكا لها، وبالتالي قررت الانفصال عنه. ويذكر أن قصة حب ميراي دانر وكوبيلاي أكا نشأت خلال كواليس تصوير مسلسل أنت وطني. والذي شارك الثنائي في بطولته على مدى موسمين أمام النجم التركي خالد الغنتش الشهير بسلطان سليمان، وزوجته الفنانة برجوزار كوريل وأنور سايلاك وبينار دينيز وغيرهم. شاهد النجمة ميراي دانر وهي طفلة. والنجمة التركية ميراي دانر من مواليد اسطنبول بتركيا، وتبلغ من العمر 20 عام، حيث انها ولدت بتاريخ 15 من يناير لعام 99.
وحصلت النجمة التركية ميراي دانر على العديد من الجوائز المهمة في تركيا، وكان أهمها جائزة الفراشة الذهبية، وجميع جوائزها كانت عن دورها في مسلسل أنت وطني. وبذلك تكون جنسيتها تركية وديانتها المسيحية، وهي غير متزوجة. والنجمة التركية ميراي دانر تحب تربية الكلاب، وبدأت مشوارها الفني عام 2006 وتمارس السباحة كموهبة وهوايتها هي الغناء والتصوير والتمثيل والاسترخاء أمام الطبيعة. وهي من عائلة فنية، ابن عمها الممثل أراس بوليت إنيميلي واركون إنيميلي وياسيم إنيميلي. وبدأت ظهور موهبتها بالتمثيل في سن 7 في المدرسة، كما تعلمت العزف على الآلات الموسيقية مثل البيانو والساز والتشيلو. ومنذ طفولتها وهي تتمنى أن تصبح ممثلة ودرسته كثيرا وكانت تقوم بتقليدهم. ودرست اللغة الإنجليزية في مدرسة للفنون الجميلة، ودرست سنتها الأخيرة في قسم الموسيقى في ثانوية الفنانة ميمار سنان، وتخرجت سنة 2018. وبدأت التمثيل كممثل طفل، كان عمرها وقتها 7 سنوات، وبعد تخرجها من الجامعة بدأت العمل بالتمثيل الحقيقي كممثل كبير. والنجمة التركية ميراي دانر تحب ركوب الخيل، وبدأت الحصول على شهرة بعدما قدمت دور دويغو في مسلسل المراهقين الكوميدي القصير زيل كلينيكا. وتدور حول صداقة بين 10 أصدقاء مراهقين، ويوجد بينهم العديد من القصص والمغامرات. ثم شاركت في دور أكبر عام 2013 بمسلسل مرحبا حياة في دور دنيا. وفي عام 2013 قدمت أول فيلم سينما في دور أكبر بفيلم أركادا سي ماكس في دور ميلدا. وقصة الفيلم تدور حول مصنع زيت زيتون ومالكته التي تعيش مع كلبها ماكس، وتعيش معه في مغامرات خطيرة ومضحكة جدا. ومن أشهر المسلسلات التي قدمتها المد والجزر، رجل وامرأة، الدمية، أصاب السرقة، أنت وطني، مرحبا بالحياة.